خلينا مع حضرتك ومع السادة المشاهدين نبدأ جولتنا في بلاط صاحبة الجلالة بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمس مع نظيره الروسي. عنوان بيأتينا من جريدة اليوم السابع: الرئيس السيسي يجري مباحثات مع نظيره الروسي على هامش قمة تجمع دول بريكس. أيضا هنقرأ من جريدة الوطن عنوان: الرئيس السيسي في جلسة مباحثات مع بوتين يقول نقدر الدعم الروسي لانضمام مصر لبريكس. إذن أستاذ جميل، يعني برأيك ما أهم النقاط التي تم مناقشتها خلال المباحثات بين الرئيس السيسي وبوتين؟ هي بالتأكيد طبعا كان لقاء مهم جدا بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين. طبعا في مناقشات كتيرة تمت خلال هذه الجلسة، طبعا على أهمها طبعا الشراكة الاستراتيجية بين مصر وروسيا والدعم الروسي في عملية التنمية الشاملة داخل الدولة المصرية، وتنفيذ طبعا مشروع الضبعة زي ما احنا عارفين، المشروع النووي المصري الضبعة بالتعاون مع روسيا، وأيضا المنطقة الروسية الاقتصادية المتواجدة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. طبعا تم المناقشة على العملة الموحدة بالنسبة للبريكس اللي بيسعى إليها طبعا البريكس في الوقت الحالي إن هو يتم تنفيذها. ده هيعود بالنفع بالتأكيد على دول التجمع ككل، وهيعود بالنفع أيضا على الدولة المصرية في الوقت الحالي. مصر طبعا بتستعد في الوقت الحالي انها تستقبل العديد من الاستثمارات، زي ما احنا عارفين ان في بنية تحتية حقيقية تم تنفيذها خلال العشر سنوات الماضية لجذب الاستثمارات الخارجية للدولة المصرية، لتوفير طبعا العملة الصعبة، لتوفير فرص عمل للمواطنين والشباب، وأيضا نقل التكنولوجيا وتوطينها داخل الدولة المصرية، وهو ده اللي بتسعى إليه دلوقتي في الوقت الحالي من خلال برضو التعاون مع الشركات الروسية الكبرى لتقديمها طبعا كل انها تيجي تستثمر داخل الدولة المصرية، توفر فرص عمل، ايضا نقل الخبرات والتكنولوجيا الروسية الى الدولة المصرية وتوطينها. ده شيء في غاية الاهمية واللي بتسعى اليه الدولة المصرية خلال العشر سنوات الماضية، وده اللي احنا شفناه في العديد من الصناعات الاخرى اللي تمت خلال السنوات الماضية بالشراكة طبعا مع العديد من دول العالم، اللي هي الصناعات التقيلة أيضا، ما هي الصناعات والصناعات التكنولوجية مع إعداد جيل جديد من الشباب من خلال التعليم وخلافه، التعليم التكنولوجي والتعليم الفني لتنفيذ هذه المشروعات داخل الدولة. طبعا التعاون مع روسيا في الوقت الحالي تعاون في غاية الأهمية، طبعا في تنسيق بين مصر وروسيا حول ما يحدث في منطقة الشرق الأوسط، وده اللي تم طبعا مناقشته بالأمس، والوضع في قطاع غزة وما تنفذه طبعا إسرائيل في الوقت الحالي من عمليات إبادة جماعية لما تنفذه. فبالتأكيد طبعا التنسيق المصري الروسي في الوقت الحالي ده شيء في غاية الأهمية من أجل الوصول إلى حل لهذه المذابح التي تنفذها إسرائيل في الوقت الحالي، وده اللي بيؤكد عليه دائما الرئيس عبد الفتاح السيسي.